نيجي بقى على مصنع الاسمده الازوتيه ده، وانا عايز اقول لكم ان احنا مصر ان شاء الله بالمجمع ده بافتتاحه ان شاء الله، كان المفروض يبقى في شهر 12، كان المفروض المصنع ده، مش كده يا وليد؟ كان المفروض يبقى في شهر 12 نفتتح الست مصانع بتوع السخنه، ولكن يعني نتيجه الظروف يعني الدوليه والكلام ده اتاخرت شويه، لكن ان شاء الله في شهر 2 3 نكون بنفتتحه، وده هيدخل حوالي 700 الف طن ولا كام؟ 720 الف طن يا فندم. انا بحفظ تمام. 700 الف طن تمام. اسمده ازوتيه تمام، يجابه التطور اللي احنا بنعمله. احنا بنتكلم على 2 3 مليون فدان خلال سنتين، ولا انا بقول يا وليد كلام دكتور مصطفى؟ فانا النهارده لما بقول كده يبقى انا لو انا بطلع الاسمده اللي تكفيني واللي اصدر منها، انتوا شايفين كويس قوي ان موضوع، وبرضو بقولها لاخواننا المزارعين، يا جماعه احنا النهارده لو الاسعار بتاعت الغاز اللي داخل في صناعه الاسمده بيتسعر بالارقام العالميه، الثمن هيبقى غير كده خالص. بس الكلام ده احنا حريصين على ان احنا نعمل استقرار في مدخلات الزراعه.